صباح الخير. مش بقول لكم فيها حاجة حلوة؟ والله العظيم فيها حاجة حلوة. لما اروح النهاردة واسمع ان في كتاب دوري بخصوص المصروفات وبتاريخ النهاردة 28 اكتوبر، اروح واسأل في المحافظة اعرف ان فعلا في كتاب دوري. طب الكتاب الدوري بيقول ايه وليه؟ الكتاب الدوري بيقول ان بيتعين على السيد مدير مديرية التربية والتعليم اللي هو وكيل وزارة التربية والتعليم، هيعمل ايه؟ هيعمل حصر باسامي ولادنا، وكمان مش هو لوحده، ده كمان رؤساء المدن والمراكز والاحياء ومديرين عموم الادارات التعليمية وكمان كل الجهات المعنية بمنظومة التعليم على مستوى محافظة الشرقية، بتكليف ان هم يعدوا كشوفات للطلبة اللي ما دفعتش المصاريف. طب ليه؟ علشان خاطر الطلبة دي يتم التنسيق معاهم ومع اولياء امورهم. الاول اللي قادر يدفع هيدفع، طب واللي مش قادر يدفع هيتم التواصل مع كافة جهات المجتمع المدني كلها 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 ان شاء الله باذن الله، سواء كانوا اعضاء مجلس نواب وشيوخ، سواء كانوا ده طبعا من خلال رؤساء المدن ومديرين الادارات التعليميه، وسواء جهات اللي هي اللي بتساعد باي شكل من الاشكال. ليه؟ عشان يتم فحص الحالات ويتم الدفع لها فورا من خلال مؤسسات المجتمع المدني. كمان طلب الكتاب الدوري بان هم ما يحرجوش الطلبه، وما فيش طالب يخرج من المدرسه عشان مصاريف. كمان طلب ان الطلبه اساميهم ما تبقاش معلنه او بشكل معلن علشان ما نجرحش مشاعرهم. شوفوا قد ايه راح النهارده وبحلم ان انا هدخل للدكتور ممدوح عشان اقول له يا دكتور ممدوح عايزين نعمل مزاد للخير ونوجه المجتمع المدني يعمل القصه دي. لقيته بيقول لي بلسان حاله سبقتك، عملت الكتاب الدوري وسبقتك. لقيت لسان حاله منتظرني قبل ما اروح، الراجل مشكورا شايل هموم الدنيا كلها وشال هموم الشرقية كلها على كتافه. زي ما بقول لكم ودايما بقول، احنا تحت قيادة حكيمة، رئيس محترم، انسان اختار رجالة بجد حطهم كمحافظين وكقيادات. خلاص احنا مش مستنيين من حد حاجة. السيد معالي وزير التربية والتعليم لازلت على خلاف في قصة المصروفات وفي قصة ربطها بالكتب، لازلت مختلفة معاك، ولكن احنا عندنا رجالة بتحل، وان شاء الله باذن الله المجتمع المدني هيحل. مزاد الخير بدا امبارح وان شاء الله، وخلاص دلوقتي بقى في كتاب دوري من محافظه الشرقيه من المحافظ الانسان المحترم الدكتور ممدوح غراب. شابوه يا دكتور ممدوح، كل يوم ميزانك بيتوزن بالذهب وبالالماس كمان، عشان انت راجل محترم حاسس بالناس. كانت معاكم انجل بطريق من الشرقيه، من بلد كلها رجاله. باي باي. اشترك في القناة وفعل زر الإشعارات، وأيضا لا تنسى دعمنا بلايك.